مشاهدينا الكرام، اليوم احنا يا عمتنا العزيزه ام عماد. ام عماد السلام عليكم. سلام عيوني، شلونك؟ صحتك؟ الله يسلمك عيوني، غربانك مديوره عليك. نعمه ما شاء الله، نعمه خير من الله. هي بس نجدد روبنا. الحمد لله، صحه وعافيه ان شاء الله. نريد نبت. لا والله حجي، انا ذيك المره شوي شفتك تعبانه، لا هسه خير من الله. حجي عيني. عين. اليوم احنا نريد نوصل فتشيل الاجيال اللي يجون ورانا خير. ها الله يبارك بيك. قبل كانت تدرين سيارات قليله. اكو سيارات قبل؟ مو صدق؟ لا، على الخيل. ها يموت الميت. ايه؟ قال اسمك يموت الميت، خيالي يروح. اي قبل قلت لك ماكو سيارات. ايه؟ فكان العطار يجي من بهرز، يجي من الولايات. من الولايات؟ اي من للعربان. للعربان، للقرى. ايه، ينقل لهم اللي يحتاجونه، الشيء اللي يحتاجونه. يحتاجونه كل شيء يجيبه. اي اي، هاي ما سمعنا قبل مني طب العطار يقول فات خضير، فات جايب دلاليع للبنوات. هيش تقول علي العرب. اي بس عرب ابويا، عرب كاظم الحمد، يا حاف راحت. عرب كاظم الحمد وعرب بيت ناصر. اي وحياه جديتي ام ابوي. اي بانين بيت سبع طرايد. احنا نريد العطار شي يجيب وياه. العطار كل شي يجيب. اي مثل ايش؟ حبر رمان. اي هذا حلويه، هذا فستق، ما ادري شنو كبر. ايه؟ هو هذا وقيه تتن. تتن. ايه؟ شو اسمه، شكرات، شايات، نشري منه. ايه؟ نشري منه. وهاي الرحات مال النفط؟ ها الرحا، هاي مو الرحا، لا الرحات مال النفط، هاي اللي المصاب شي يسمونه، هذا اللي يديرون بيه نفط. ما قبل اللي يسوون هيك بيه نفط، هاي ما ادري. إيه؟ نسيتيها الرحاتي؟ اي والله نسيتها. انا ابو احمد شلون تنسينها ام عماد؟ زين. اي هذا من يجيب هاي الغراض ايش ياخذ بمكانها؟ شلون تعطونه؟ لا ياخذ، ننطي شعيرات، ننطي حنطات، ننطي سمسمات، ماشات، هل عندنا ننطي صوف. صوف. ايه؟ بوقت الصوف صوف. ايه؟ بوقت هذا الزرع الماش والهذا والسمسم نزرعه نافضين ننطيه. سمسمات ننطي، ماشات ننطي، هرطمانات ننطي، حنطات ننطي. هم عايشين علينا. اي هو واحنا هم سبوبتنا عليهم. اها تبادل منفعه. اي ناخذ منهم هنا وننطيهم. اي ناخذ منهم وننطيهم. هو قبل من يروح يتسوق؟ لا ماكو. من العطار. اي صدق من العطار. يا صحيح. اي من العطار. شخاطك مدري شنو؟ شخاط. زنادك؟ لا قبل ماكو زند. ها زناد ماكو؟ لا قبل. شخاط؟ اي شخاط. اي شخاط قبل ماكو زند. اي جوزات. اي جوزنا مكسر. ناخذ منه كل وحده هيك شويه. اي البنات تاخذ. نعم. نروح نتعلل، تلتم البنات مو مثل هالسنين، هاي تلتم البنات كل ما نجيب جوزات. يعني اسمحي لي حجيه. اي يعني من يلتمن البنات ماكو مثلا على الفيس وعلى المافيس؟ لا ماكو هيك شيء. لا والله نلعب وهذا نسم سمات، شو اسمهن، حنطه نهرسها. ايه ننجحها ونهرسها. زين. ايه ونجليها ونهذا، وكل ما تاخذ شو اسمها سراير هم قواهم علاليج مامش. حتى على ها؟ ايه علاليج، اقول سراير. علاليج مامش؟ لا اولاد دور. اولاد دور عندنا. ايه زين هاي غراضه هو بيش مخليهن؟ حاطين بشو اسمه؟ بسلال. بسلال. بسلال وش اسمهن على فرس لو على حصان مو؟ على الزمايل حشا قدرك. أها. عالزمايل عباس لمها وش عالزمايل يجينا يجيب لنا، ننطي لبن، ننطي لبن، ننطي خاثرة مثل قرصة جبن. نعم. قرصة جبن. ايه لما يرد يباطي من بيت ناصر ويجي من الصبح يلقى قرصة الجبن عالجودان عشاكم. يعني إذا يتأخر يبات. يبات الناس كلها مرحبا بي. كلها مرحبا بي. عرب بيت ناصر وبيت كاظم الحمد. أبوي نازل بابا ضبع وذيت وذولك بيت ناصر. ماكو عربان هالكثر. ماكو عربان. ايه الناس تكاثرت. صحيح. ايه تكاثرت الدنيا. هذه يروح لهناك، احنا عادين يجي، احنا نازلين هالدرب هذا
وبيها هي تعذرب الزمايل حشا قدرك عند أربع زمايل يوتفا هن وعدولهن يوتفا على القنطرة نودي له البنا الزبدة شعدنا ننطيه. هو هم يجي الطين خاوة ما طين خاوة طين زرقيون طرى زرقيون شو اسمه طين خاوة كله عليه حنة حنة هي حنة يجيب لها قبل من يروح ويجيب عني شاية شاية تشكرات يوزننا وينطينا شرغات فوطة هي عيني لتوصي يجيب شرغات ثوب من بهرز يجيب شرغات مصيتة عن هاي هاي الأمانة ما هاي ست دراهم جيب لي ثوب جاب لها ثوب جاب لها فوطة توصيها النسوان الكبار ونسوي هذا انت شو اسمه بكرات وشايع وشايع نخيط بيهن بكرات ما تدور اي انه نخيط بيهن على النسوان وشيعة لو تخته ها وشيعة وشيعة لو... إيه؟ وشيعة ونخيط ثوابا نخيط هذا تعرف نودي لها الثوب ما حد ياخذ كرو مثل هالوقت ولاد يا ابوي عينها تخيط ثواب خيطته ابره وخيط ابره وخيط اي والله مو ماكينه لا لا يا ابوي من الماكينه لا تدور ها لا والله اولاد دور ماكينه على عليتها اي تخيطه انا بدي اروح للجله خيط صوابي لما ناديت ومتخيطه انا ها مرتي الكبيره تعرف زين. مثل قرجيه المحل اي الله يرحمها اي الله يرحم بنت عمتي هي اي 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 تخيط زين اي ما الحاطه يا ابو حسين بيش تبيعون البيضه قبل العطار ها بيش تبيعونها خمس فلوس غلط بعشرة فلوس ها والله البيضة نبيعها وقبل كانت الفلسين همين اي فلسين فلسان حمر اي في هذا الفلس الحمر صحيح اي فلسان الحمر ان نعطيها له ما مثل هالسنين مثل اليوم عندك حلايل جبني الى جبنه نجب الى جبنه على ما يجي هو مناك حطناها البنا والش اسمها والجبنه حطناها بكياس وراح خذاها وراح ثاني يوم جاب لنا كياسه لو جيب مشمشات لو جيب تفاحات بيهن هناك للجهه هاي هي عيني ما مثل هالسنين هذه العطار قبل من يطبل العرب شي يصيح حتى ينبه الناس يصيح يقوم يصيح بالمواد اللي يجيبه شو شلون بالله يصيح مثل شو اسمه لو مشمش لو تفاح لو رمان يصيح علينا تعالوا خذوا تعالوا خذوا كل ما خذت كل ما نظام شعره نروح للبيدر تمر بشكاوي شو اسمه نروح للبيدر للبيدر كل ما نظم شعيرات لها الريتن اي الريتن شريه 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 الريتن وضح للمشاهد المشاهد قسم ما يعرف شنو الشريه الشريه شعيرات لو حنطات فد كميه من الشعير فد خلينا نقول 4 5 كيلوات مو تقريبا يطلع بالشليل اي من الصبب من الصبه من الصبه نشوف الملاير ذاك ماكو شحنه ما مش شحنه يروح شحنه يشقلها يشقلها يدقها شقل شقل الشقل مثل الختم خاف يدق الشقل الأجيال ما يعرفون شنو الشقل يدق الشقل إيه؟ وإحنا وراه نعجب بالتبن نعجب مثل ما قبل ما يشقلها نعجب بالتبن إيه؟ ونروح بحجة نجيب تبن نجيب الشعير نجيب الحنطات نجيب الشتانات إيه والهرطمانات هذا نزرعه قبل عدسات ها والله هذا اللي نزرعهن قبل نجيبهن ونضمهن ما واحد يشوف واحد هو جار عطار بشلانها راح واشتروا وجو انا عندي 6 خوان ما شاء الله اي شلون منهم اجي عيني ايه؟ اريد تدعين تدرين اكو قسم مرضى قسم ايه عندهم ناس مرضى ايه فدعوه مثل ما يقول الغريب للغريب ادعي لهم بالشفاء اي والله ينطيهم العافيه الله يعافيك والسلامه ويستر عليهم ويترس دياتهم هاي هي يبارك بيك دعوتك للبلد مالتنا للعراق للبلد بلدنا لبلدنا البلد الامن الامن يطلعنا من هالشدات ربي اي والله يطلعنا من هالشدات اي وينطينا العافيه ويستر على امته امين ويحفظ ويحفظ مالهم ويحفظ سياراتهم ويحفظ شبابهم يبارك بيك ويحفظك ومنونين لك يعطيهم العافيه
يعزك. مشاهدينا طبعا احنا حسب طلباتكم وفينا وجينا والتقينا بام عماد امنا العراقيه العزيزه، الله يبارك فيك ويحفظك، صحه وعافيه الك وكذلك للي تابعنا، تحياتنا للجميع. والله للي تابعنا.